كلهم كانوا زي الاسود السداجين وداخلين على الموت بشجاعه، حاجه تشرف يعني. حزنا مرار وكنا زعلانين، بس لما جام بالسلامه وجات الرؤيه الحلوه بالسلامه شكرنا ربنا اللي احنا انذرناهم وراحوا شهداء. ربنا عطاها انذارات كتيره الدور ده بالذات قبل ما يروح ليبيا. راح جبل راهب وقال له يا ملك ما تروحش الدور ده، عشان لو رحت مش هترجع. رغم ده كله برضك قال انا همشي، ولو مكتوب له حاجه هشوفها بعيني. هو كان هياخد كليه، ساب الكليه عشان معاه اتنين اخوات، راح يشتغل عشان يجريهم ويخليهم احسن ناس. تقولي ايه ده؟ عشان اقول الله يسامحهم الله ينور قلوبهم. نشكر ربنا من ساعة الاستشهاد برضه ربنا عطانا تعزي. قبل ما يسافر على ليبيا بيقول انا حاسس ان انا هروح مش هاجي، صلولي. خدوا فرح، فرحانين طالعين، حزين من هنا على السما مش حزين على ليبيا. حاسس بايه؟ الباباك راح السما شهيد. يعني حاسس بافتخار، يعني ان هو ثبت على امانه لحد اخر لحظه، دي يعني حاجه ترفع راسنا كلنا. مامة شهيد مينا حاطة على رقبتها صورة ابنها عشان كل يوم تفتكر، كل يوم تفتكر هو في السماء. حاس ايه شعورك كأم لابنك راح السماء كشهيد؟ هو كانت ليه المكانة دي من زمان، يعني من هو عنده 12 سنة كانت الكتب بتاع المدرسة كانوا بيدوه فيها كتب كتاب بتاع دين، كتب دين كان دايما متفرغ ويقرا فيها على طول. احنا مش باجيين في الارض ولا مخلدين في الارض، فالمفروض ما نزعلش.